سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن نماذج من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وإذا قلنا رحمة للعالمين فهو رحمة للإنسان، رحمة للحيوان، رحمة للجمادات، رحمة أرسله الله للكون كله. وهذه النماذج التي سنتكلم عليها هي جوانب إما تحدث عنها القرآن، وإما تحدثت عنها بعض الأحاديث النبوية. جوانب الرحمة في حياة الرسول كثيرة جدا، سنقتصر على أربعة منها إن شاء الله تعالى. منها الرحمة بالوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يذهب معه إلى الجهاد، فكما جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. بعد ما سأله واش الوالدين ديالك حيين، قال لي نعم، قال لي ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، يعني هما أفضل لك من الجهاد. ورواية أخرى فيها كيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، يعني أجر الجهاد تناله من صحبتك لوالديك والإحسان إليهما. جانب آخر من جوانب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة بالأطفال. هذا الأطفال اللي ما بقيناش كان نعطيهم هذا الرحمن اللي أعطاه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيصلي بالناس، لما كيسمع شي صبي كيبكي كيخفف الصلاة، كيخاف لا تكون أم ذاك الطفل كتسلي معاه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته بالأطفال. الرحمة ديالو بالأهل ديالو صلى الله عليه وسلم، هذا جانب آخر. كيقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. كذلك رحمته بالجار. حديث كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الجار اللي ما بقيناش كنعطوه الحق ديالو، ما بقيناش كنعطوه نحترموه ولا نحترموه الحرمة ديالو اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما يكون نوع هذا الجار، يا يكون جار قريب ولا بعيد ولا من الأقارب ديالك ولا من خوك في الإسلام ولا من شيء دين آخر، يعني ما اعتنق شي عبادة أخرى غير دين الإسلام، مع ذلك يبقى حق الجوار ثابت. وهكا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. وهنا إلا تبقنا في حياتنا هذه الجوانب هذه ديال الرحمة ديالته صلى الله عليه وسلم، كنكونوا فعلا حنا كننصروه وكندافعوا عليه صلى الله عليه وسلم. جانب آخر من جوانب الرحمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة ديالو باليتيم. يكفي أن القرآن قال في واحد الآية فأما اليتيم فلا تقهر، وآية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى فيهما اليتامى واليتيم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر الرحمة في هذا الجانب ديال اليتيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، وشبك بهذه الأصابع هذه صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى، يعني أن كافي اليتيم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق نيته وحسن عمله. كذلك جانب آخر من جوانب الرحمة دياله صلى الله عليه وسلم الرحمة دياله بالأرامل صلى الله عليه وسلم. كيقول في الحديث الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذه هو العظمة ديال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما في جانب العبادات الرحمة ديالو تشريع صلى الله عليه وسلم فحديث ولا حرج. منها أن هذا الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شرع التيمم للمريض رحمة به، وللمسافر في حالة الصيام شرع له الفطر، القصر في الصلاة، كل هذا من باب الرحمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. أما في جانب المعاملات، لما ندخل لجانب المعاملات نجد الرحمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم جلية في التشريع. حرم الربا، حرم الغلول، حرم الغش، حرم السرقة،
وضع حدودا تشريعات كل ذلك رعاية ورحمة بالضعفاء والمساكين واحترابا لأموال الناس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجلى الرحمة ديالو صلى الله عليه وسلم على الأجساد ديال الناس. فين نجد هذا؟ نجد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بواحد التشريع اللي كيحرم الظلم وكيحرم الاعتداء وكيحرم القتل وإلى غير ذلك. جانب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة ديالو بعقول الناس. هنا كنلقاو التشريع ديال النبي صلى الله عليه وسلم حرم المسكرات وحرم المخدرات، وكل ما يؤذي عقل الإنسان فقد حرمه، وكل ما ينفعه فقد أباحه. فقمة الرحمة اللي لا يمكن أن تجدها في أي تشريع ولا في أي قانون غير هذا الخير اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة كما قال هو: إنما أنا رحمة مهداة أو مهداة، كلاهما المعنى ديالهم ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رحمة مهداة أو رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. جانب آخر من جوانب الرحمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة ديالو في الحروب، وهذا هو الجانب اللي كتفقد فيه الرحمة. لما تكون كتحارب العدو ديالك ما كترحموش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كاين الرحمة في هذا الجانب هذا ديال الحروب صلى الله عليه وسلم. ونشوفوا واحد النصوص ديالو صلى الله عليه وسلم ونستفدوا منها ونستخلصوا منها الدروس والعبر، ونشوفوا كيفاش كان يعطي التعليمات ديالو صلى الله عليه وسلم في الحروب. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كيعطي تعليمات للجنود ديالو صلى الله عليه وسلم، كيقول لهم: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا. اولا انطلقوا بسم الله، ماشي بحزب فلان ولا بحزب علان ولا بالاتحاد الفلاني ولا ما عرف شنو، لا، انطلقوا بسم الله. لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. هذه رواية. رواية أخرى كيقول فيها سيد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بيتا صلى الله عليه وسلم، إنه رحمة. ولننظر إلى الحروب التي يخوضونها الآن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بأحلافهم. هل تركوا شجرة؟ هل تركوا حجرة؟ هل تركوا بنيانا؟ هل تركوا أنفسا؟ هل رحموا طفلا؟ لا وألف لا. فضحهم إعلامهم وفضحهم ما صنعوا أنهم لا رحمة في سلمهم ولا في حربهم، أما الرحمة فهي فيما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونختم بواحد المقارنة بين حربه صلى الله عليه وسلم والحروب التي يخوضها دعاة التقدم والحضارة. مثلا إلى شفنا الحرب اللي العالمية مثلا الأولى، غادي نلقاو 19 مليون نصف ديالهم مدنيين مشاو ضحايا لهذه الحرب هذه. أما إلى مشينا للحرب العالمية الثانية، غادي نلقاو 65 مليون، رقم كبير جدا. أما إلى مشينا للغزوات ديالو خلال 10 سنوات صلى الله عليه وسلم، نجد 1018 قتيل. هاد 1018 ماشي في الجانب الأعداء فقط، وإنما حتى في الصحابة ديالو رضي الله عنهم وأرضاهم، من كلا الطرفين خلال 10 ديال السنين 1018 كلهم مسلحون، ما فيهمش أزل، ما فيهمش أرامل، ما فيهمش نساء، ما فيهمش ناس اللي ما حاملينش السلاح. يعني قمة الرحمة في الحرب ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن ننزل في حياتنا هذا الخلق، خلق الرحمة، الرحمة بالناس في العبادة، في المعاملة، في التيسير على الناس، في النصح للناس، في حب الخير للناس. كل ذلك يجب ومفروض يكون، بما أننا من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي الرحمة، تكون فينا هذه الخصال هذه ديال الرحمة في كل المعاملات ديالنا، لأننا كنتبعوا واحد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رحمة للعالمين، اللي كيقول فيه الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، ويقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصل اللهم وسلم على نبي الرحمة، واجعل اللهم هذه الرحمة تملأ قلوبنا وجوارحنا، ونتخلق بها في عباداتنا ومعاملاتنا. أستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.